بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة الصف الأول الثانوي الأعزاء، مرحب بكم في سلسلة مراجعة الكيمياء للترم الأول 2022. هنحاول نراجع على الأبواب بسرعة، شرح مختصر تفصيلي للأبواب عشان اللي ما خدش باله الفترة اللي فاتت، أو اللي ما ذاكرش، أو اللي نسي يراجع بسرعة خلال الأيام الباقية على الامتحان ويكون جاهز. هنحاول نستدلكه شرح سريع للأبواب الأول والتاني والتالت في مقرر الكيمياء الصف الأول خلال فيديوهين أو ثلاثة تباعا النهاردة والأيام اللي جاية، وبعد كده هيتبعوا ده بمراجعة بقى إيه نهائية شاملة مع نماذج أسئلة امتحانات نظام جديد اختر زي اللي هتجيلك في نص السنة على التاب. في نماذج هتبقى محلولة زودك بيها، وفي نماذج هتديك لينكات بحيث ان انت ايه تحاول تحلها بنفسك وتعرف اجاباتها. وعلى جميع الطلبة والطالبات في القاهرة الجديدة وفي مدينة نصر وفي الرحاب، يعني ايه اهتموا بالامتحانات دي، لان طبعا ايه الوزارة مهتمية كتير بالنظام الاسئلة الالكترونية الجديدة، لان ده النظام اللي هيستمر معاك لحد الثانوية العامة. فارجو ان انتوا تشاهدوا الفيديو، واعذروني ان احاول اسرع شوية عشان ايه ما ياخدش منكم وقت طويل. يعني انت لو في جزئية مثلا ايه فاتتك ممكن ترجعها تعيدها تبص عليها. وان الفيديو النهاردة هيكون على الباب الاول، وبعد كده ايه هنزل لك الباب التاني والتالت والمراجعة تبع تابعني. واي استفسار عن اي حاجة في التعليقات في قناة الكيمياء كده. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والأستاذ أشرف العيد. هو مقارنات كميه مجهوله بكميه اخرى من نفس النوع لمعرفه عدد مرات الحوار والعقل. ايه الكلام اللي بعد ده؟ احنا بنضرب مثال دلوقتي، عارفين الميزان اللي عند بائع الاخبار اللي هو الميزان الخارجي مثلا، بتشوف ان انت بتطلب منه 2 كيلو ممكن ياخد الميزانين اللي هو الحديد ده، كل واحد منهم 1 كيلو جرام ويحطه كفه ويحط الخضار بتاعه في الكفه الثانيه، ويبدا ان هو يقارن بين الكتله المعلومه اللي هي الموازين اللي هو حاططها اصلا بالكميه المجهوله اللي هي الخضار اللي انت بتشتريه، لحد ما الاثنين يبقوا اضعف. فلما الكفتين يبقوا اضعف يقول لك الخضار اللي انت شاريه دوت وصلته 2 كيلو. طبعا عارف كده منين؟ عرفت ان انا قارنت الكميه المجهوله اللي هي الخضار ده بكميه اخرى من نفس النوع، تمام؟ يعني برضه كتله، يعني كتله اللي هو الميزان اللي هو بيحطه، فعرفت عدد مرات تكرار الكتله اللي انا حاطه بيه 2 كتله 1 كيلو جرام، فعرفت ان الوزن اللي انا بوزنه دلوقتي ده فعلا الكلام المجهول زي الكتله اللي انا حاططها اللي هي 2 كيلو. يبقى دلوقتي هنا انا بقارن بين الكميه المجهوله اللي هو زي الخضار بكميه معلومه اللي هي زي الموازين اللي حطها البائع وهو دوت عارف القياس بشكل مبسط، يعني هو مقارنه كميه مجهوله بكميه اخرى من نفس النوع لمعرفه عدد مرات الحوار الاولى على الثاني. طيب العمليه دي بتتضمن نقطتين اساسيتين وهما القيمه العدديه وحده القياس نفسها. يعني ايه؟ يعني انت مثلا دلوقتي لو بدات تطلب كام بتقول لي انا طولي 170 سم، تمام؟ فانت دلوقتي قلت لي حاجتين، قلت لي اول عدد اللي هو 170 وقلت لي ثاني حاجه وحده القياس اللي هي سنتيمتر. يبقى دلوقتي اي قياس يبقى ليه حاجتين او نقطتين انا بقول له انا بحاول اجيبهم. اول حاجه القيمه العدديه اللي هو الرقم اللي انت بتقوله زي 170، وثاني حاجه اللي هي وحده القياس اللي هي سنتيمتر. فانا بيقول لي القيمه العدديه عباره عن العدد اللي بيتم من خلال وصف الكميه زي 2 كيلو مثلا بتاع اللي احنا قلنا عليه، ووحده القياس اللي هي كيلو جرام او التعريف بتاع مقدار الكميه اللي انا بتكلم عليها. يبقى عندي هنا وحده القياس هي مقدار محدد من كميه فيزيائيه معينه يستخدم كمعيار لقياس مقدار فعلي لهذه الكميه. دلوقتي عندي هنا عارف معايير القياس وان القياس دوت يعني اصلا النقطتين الاساسيتين اللي هم القيمه العاديه الرقم اللي انا بقوله عشان اي حاجه في كيلو وكذا، واحد كيلو يبقى دوت هو العدد، والكيلو ديت هي وحده القياس اللي انا بشتغل بيها. فانا بشتغل اقول اقول مثلا 170 سم بشتغل حرب اقول مثلا متر وهكذا. طيب فهمنا ايه القياس؟ نبدا ان احنا نعتقد لاهميه القياس ده فعلا. طبعا اي حاجه احنا بنشتغلها في الكيمياء لازم ان احنا عشان اصلا نشتغل تجربه كل حاجه احنا شغالين عليها قابله للقياس. يعني اقدر احللها اصلا، يعني دلوقتي لما انت بتروح تحلل دم وبيجي دلوقتي التحليل او دي التحليل ده كل حاجه انت حللتها لازم تكون مقياسه ومقدار وحاجات عشان تقدر تحمل ايه نوع الخلل اللي عندك او انت طبيعي ولا لا. فاذا اي حاجه احنا بنشتغل عليها في الكيمياء او اي بحث او اي تجربه لازم يكون في الماتك بتاعها فيدل لي ان القياس عندي قدره في مختلف مجالات الحياه مش بس الكيمياء، لانه بيساعدني اصلا في اتخاذ اجراءات وتدابير مناسبه عند اللزوم في مختلف مجالات الحياه زي البيئه. طب احنا دلوقتي ايه علاقه القياس بالبيئه؟ دلوقتي انا عندي تلوث في البيئه مثلا ده اول اكسيد الكربون، فهل الكيميائي قاس نسبه اول اكسيد الكربون مثلا اللي موجوده في اللو؟ فانا دلوقتي هنا القياس ساعدني ان انا اقدر احدد الملوثات الموجوده في حد كميتها قد ايه. ثاني حاجه في الاغذيه، طبعا انت عارف دلوقتي لو انت بتشتري اي اكل او اي حاجه بتلاقي عليه مكتوب كده الحقائق الغذائيه اللي فيه، اللي هي مثلا فيه بروتين بنسبه كذا، فيه دهون بنسبه كذا، فيه مثلا سكريات وهكذا. دلوقتي برضه القياس ده في التغذيه وده في الصحه والزراعه والصناعه وكل المجالات. طيب أهمية علم القياس بالنسبة للكيمياء قالت إن هي بتركز في ثلاث حاجات، أولا هي معرفة نوع وتركيز العناصر اللي موجودة المواد والمراقبة والحماية الصحية والتشخيص والصحة العلاجية. فمعرفة نوع وتركيز المواد دي احنا فاهمينها وعارفين إن احنا أي مادة دلوقتي أنا بقدر التركيز بتاعها التركيز طبعا أيام أزمة الكورونا في الأول كان كل الناس بتتكلم يقول لك أنا عايز كحول مثلا 70%، هو 70% ده التركيز بتاع الكحول. أنا دلوقتي بقدر التركيز المواد والمراقبة والحماية الصحية زي ما قلنا برضه
في مواضيع ايه التحاليل ومواضيع زي البيئه والكلام دوت والتشخيص والقرح. يعني دلوقتي القياس داخل معايا في ثلاث حاجات بالظبط. الشريحه اللي هي هناخد كل نقطه من كل نقطه ونبدا نفهم هي بتدل على ايه. اول نقطه معايا هي معرفه نوع وتركيز العناصر المكونه للمواد. ودوت المثال اللي احنا كنا ضربناه بالتغذيه او الكات اللي بيكون موجود على ازازه الميه او على بسكوت شيبسي اي اكل انت بتشتريه وبيكون موجود فيه الحاجات بالشكل ده. هنا بيقول لي كل مكون من مكونات الماده اللي معايا ديت بنسبه قد ايه. هنا مثلا بيقول لي ان الكوليسترول صفر، الصوديوم صفر، طبعا عندي حاجه ثانيه كربوهيدرات 9% علشان يساعدني ان انا افهم الحاجات ديت ممكن تساعد جسمي في قد ايه، طب ممكن تضر ولا لا، انا اصلا محتاجها ولا لا، واخد منها كميه قد ايه. يبقى دلوقتي هنا معرفه نوع وتركيز العناصر المكونه للمواد ده بيفيدني جدا. والمثال اللي قلنا عليه قياس تركيزات الايونات مكون الاملاح في المياه المعدنيه او قياس مثلا المكونات الغذائيه اللي موجوده في شيبس او اي حاجه انت ممكن تتناولها. طب تاني حاجه بيقول لي المراقبه والحمايه الصحيه، بيقول لي زي قياس مدى صلاحيه مياه الشرب، مدى نقاء الهواء اللي كنا اتكلمنا عليه اللي هو الملوثات اللي موجوده في الهواء، ومدى سلامه المواد الغذائيه. والتطبيق على دوت هو مراقبه مدى مراقبه مياه الشرب للمعايير العالميه. فدلوقتي مثلا هو بيقول لك مياه الشرب المفروض ما يبقاش فيها كلور بنسبه كذا، المفروض يكون فيها معادن بنسبه فلانيه، كل معدن ليه نسبه معينه. فدلوقتي هنا في تحليل بروجرا علشان نشوف مياه الشرب اللي هي اللي بديت مناسبه للاستهلاك بتاعي ولا لا، او يبدا ان هو بناء عليها يصرح ان هي مطابقه للمعايير العالميه او هي مطابقه للمعايير العالميه. طب تالت حاجه معايا هي التشخيص والقرار العلاج المناسب للاعراض، وفيها الجزئيه المختصه بالتحاليل الطبيه والعلاج اللي كنا اتكلمنا عليها في تكامل بين علم الكيمياء والطب والصيدلة. بيقول لي هنا هتصرف في قياسات التحاليل الطبيه بتساعد في تقدير الموقف الصحي اللي هو التحليل اللي انت بتروح تعمله في اي معمل. وبالتالي اقتراح العلاج المناسب، يعني انا مثلا دلوقتي التطبيق اللي عندي هنا اللي هو تحليل السكر، لو انا دلوقتي قياس السكر مثلا لقيته عالي جدا، فدلوقتي لما بتروح عارف ان انا دلوقتي مريض بالسكر اللي هو عالي، فيديني دواء مناسب يكون خفض السكر. التحليل بتاعي تحليل فني ان انا اختار الدواء المناسب للحاله الصحيه بتاعتي. ان شاء الله نكون فهمنا اهميه القياس في علم الكيمياء، ويعني ايه اصلا قياس النقاط اللي بيعمل عليها القياس، وننتقل بعد كده لادوات القياس في معمل الكيمياء. ناخد دلوقتي ان شاء الله ادوات القياس في معمل الكيمياء. وبرضه زي ما عودنا قبل ما ابدا ادوات القياس نفسها اعرف الاول اصلا يعني ايه معمل الكيمياء او بيتكون من ايه معمل الكيمياء. يقول لي معمل الكيمياء ده هو المختبر، زي مثلا معمل التحاليل اللي انت بتروحه بيبقى فيه جزء مثلا خاص بالعينات، لكن في اوضه كده بتلاقي مكتوب عليها المعمل ده اللي بيتم اجراء التجارب جواه. دلوقتي معمل الكيمياء هو المكان اللي بيتم فيه اجراء التجارب الكيميائيه. طب ايه اللي هو المكان اللي بيتم فيه اجراء التجارب ده؟ اكيد لازم يكون فيه كل المسببات اللي موجوده في المعمل. كل من احد اسمها الميزان الحساس والقياس الزجاجيه والمغبار المدرج والدوره الزجاجي والسحاحه والمصه وادوات قياس الاسره الهيدروجين. وهنعرف كل واحده من دول بالتفصيل في الشرائح اللي هي دلوقتي ان شاء الله. ونبدا اولا بالميزان الحساس. طبعا الميزان الحساس مش محتاج شرح، تمام. بيقول هنا بيقول اشكال كتير، الميزان ده ممكن تحتاجيه في اي مكان، هو زيه بس موجود في معمل الكيمياء، بيكون يعني ايه معزول شويه عن المحيط علشان ما يكونش في اتربه تدخل او اي حاجه تغير من الوزن او هواء يقصر على عمليه الوزن. بيكون معزول باساس كده جوه قالب زجاجي محطوط فيه الميزان علشان يكون مفيش اي اثار على عمليه الوزن. يبقى دلوقتي هنا الميزان الحساس بيقول له اشكال وتصميمات كتير، ولكن الاكثر شيوعا منها هو الميزان الرقمي، واكثر استخداما الميزان الرقمي اللي هو زي الكف الفوقيه اللي هو زي الشكل اللي عندي ده، او زي الميزان اللي موجود في عند سوبر ماركت مثلا اللي هو ميزان رقمي وفي كفه من فوق بالشكل ده. يعني هو سبب في قياس كتل المواد بالقطع، وعندك حاجه مش محتاجه شرح خالص. تاني حاجه معايا هي الكاس الزجاجيه او البيكر، اللي هو بيكون حاجه زي الكوبايه كده بس يعني ليها المكان اللي انا بصب منه دوت، وبيكون مدرج. تمام، بيقول لي انا بصب على زجاج البايركس ومقام الحراره، يعني انا ممكن اسخن فيه. تمام، يعني انا ممكن اسخن فيه وممكن اجري فيه تفاعل كيميائي اصلا طار الحراره او بيسخن عندي البيكر. فلازم يكون ده من البايركس ومقام الحراره عشان يستحمل حراره التفاعل او حراره التسخين اللي انا ممكن اعمله. بيقول لي بعدها زائد ساعه محدده وبعدها مدرج. يعني ايه؟ يعني ممكن يكون عندي اصلا كاس زجاجيه من هي تقول لي ان هي ساعتها بالكامل 50 مللي، فانا ما اقدرش اشتغل بيها غير في 50 مللي. ممكن يجيب لي حاجه ثانيه 500 مللي مدرجه بالشكل اللي احنا شايفينه ده، اخد فيها مثلا 100 واخد فيها 200 واخد فيها 300 وهكذا. ممكن يديها اصلا يديها لاعلى الاخر ولا هيكون 100. دلوقتي ممكن تكون مدرجه من اسفل لاعلى، وممكن تكون زائد ساعه محدده. طب تصرف ايه؟ تصرف خلط السوائل والمحاليل ونقل حجم المعلوم من السائل. طيب تاني حاجه معايا هي المخبار المدرج. المخبار المدرج ده برضه بيستخدموا فيه القياس، بيكون حاجه زي البيكر كده بس رفيع وطويل وعليه برضه تدريج. مثلا مثلا انا عايز 10 مللي اصب مثلا لحد هنا يكون 10 لحد هنا يكون 20 وهكذا في وضع ان انا اسلم. طيب دلوقتي المخبار المدرج ده بيقول لي ان هو ممكن يوصل عليه الزجاج او البلاستيكين ده بس يستخدم فيه عمليه القياس على الشرق والتفاعل. طب انا صعب بس حاجه يقول لك ان ساعات مختلفه وغالبا ما يكون مدرج، والتدريج برضه بيكون من اسهل الى اعلى. يعني اول تقييم بيكون تحليلا. تمام، الاستخدام بيقول لي ان خلط السوائل والمحاليل ونقل حجم المحلول ونقل حجم المعلوم من السائل. رابع حاجه معايا في دوائر القياس في معمل الكيمياء وهي الاكسسوار اللي فيه من انواع المتعدده زي ما احنا شايفين، حاجه اسمها نور
زجاجي. طبعا ده اغلبيه الواحد بيعمل ممكن يقول اول حاجه شافها يقول يصنع من زجاج الفيروس المقاوم للحراره يبقى زيه زي الوعاء الزجاجي يومي. يبقى حتى الان زيه زي الكاس الزجاجيه برضه بيكون مصنوع من زجاج الفيروس المقاوم للحراره. طيب ايه ان هو ليه انواع مختلفه حسب الاستخدام اللي انا اصلا محتاجه. يعني كل استخدام بيتعمل نوع معين من انواع الدواء الزجاجي. اول نوع عندي هو الدواء المخروطي بيكون شكله مخروط زي اللي موجود هنا في الرسمه ديت وبيكون عندي من تحت ذو قاعده مسطحه وده بستخدمه في عمليات معينه. عمليات معينه ممكن اعرفها قدام ان شاء الله لكن هي مش عاليه دلوقتي. طيب بعد كده عندي الدواء المستدير برضه من اسمه طالما هي مستدير بيقول لي هنا ان القاعده بتاعته بتكون مستديره وده بيستخدم في عمليات التحضير والتقطير. دلوقتي لازم اعرف الفرق بينهم كلهم. هو انا عندي مخروطي بيكون القاعده بتاعته مسطحه وبيستخدم في عمليات المعيار. ثاني حاجه عندي هو الدواء المستدير بيقول لي ان القاعده بتاعته بتكون مستديره وبيستخدم في عمليات التحضير والتقطير. ثالث حاجه معايا هي حاجه اسمها الدورق العيادي. الدورق العيادي بيكون فيه انفاخ عند العمق بتاعه موضح عليه علامه لتحديد الساعه الحراريه. تمام يعني افهم كده ان انا بحط فيه او ان انا بستخدمه في التركيز. دلوقتي عندي هنا بيستخدم في تحضير المحاليل القياسيه معلومه التركيز بالنقطه. تمام يبقى انا دلوقتي بستخدم فيه معلومه التركيز وليه بس معتمد على الحجم بتاعي من الانفاخ الموسي العمق بتاع الدورق العيادي. طيب ننتقل بعد كده لثالث حاجه معايا وهي الساعه. الساعه دي يا شباب لو انت رحت المعمل يعني لو ما شفتهاش لان هي ممكن تكون ازاز فبيكون غالبا بتتكسر بسهوله قوي فممكن تشوف الحمل بتاعها بس. الحمل ده يعني بيكون عباره عن قاعده حديديه بالشكل ده وهي عليها عمود كده حديد مثبت عليه السحاحه من هنا بالشكل ده. فهنا السحاحه دي بتستخدم برضه في قياس الحجوم وبتستخدم في عمليات معينه. فبتعرف برضه يعني الفصل ده شكلها شكل علمي بيقول ان هي عباره عن انبوبه زجاجيه اسطوانيه طويله مفتوحه بطريقه يعني مفتوحه من هنا وبتكون برضه مفتوحه من تحت لكن هنا في صمام فيها بتحكم فيها في سوائل الانزيم. بيقول ان الفتحه العليا ديت اللي هي السحاحه دي محلول. يعني انا دلوقتي لما عايز اعدي السحاحه ديت بعديها بيكون زي اي حاجه ثانيه بالسائل بتاعي او المحلول اللي موجود في الصمام. بعد كده ببدا ان انا اتحكم من الصمام اللي هنا او من المفتاح دوت لان انا هنزل كميات او حجوم معينه من السائل اللي انا حاطه من فوق ده من الفتحه السفلى. عشان كده بيقول ان الفتحه السفلى دي بتستخدم للتحكم في كميه المحلول المستخدمه عن طريق صمام مصنف فيها هذا وبتكون ليها على عكس الحاجات اللي قلناها قبل كده مدرجه من اعلى الى اسفل. ليه مدرجه من اعلى الى اسفل؟ انا دلوقتي لما باجي اعاير يعني على عكس كل الحاجات الثانيه بنزل هنا السائل بتاعي من تحت. فلما يكون عندي هنا مثلا واحد اثنين لما بينزل شويه دول بقول ان انا نزلت واحد ملي. لكن انا بدات هنا تقطيع من تحت عشان كده بدا تقطيع من فوق لان كل ما بنزل مثلا واحد ملي بقدر ان انا اعرف عليه بسهوله عن طريق التدريج اللي موجود عندي هنا من البدايه من اعلى الى اسفل. الاستخدام زي ما احنا قلنا ان هي تستخدم في قياس حجوم السوائل في التجارب التي تتطلب نسبه عاليه من الدقه كما تستخدم في عمليه المعاينه. بيقول لي هنا ان طبعا ان هي تثبت على حامل وقاعده معدنيه وذلك الحفاظ على وضع العمود علشان يديني نتائج ادق في شغل بتاعي لانها دلوقتي لو الساحه ديت مالي شويه على الوضع العمودي ديت وانا بستخدمها مش هقدر اقدر اتابع فيها بشكل دقيق لان هي هتلاقي المسائل بتتحرك معايا فممكن يعلى شطر ممكن ينزل من طرف انا بص منه شطر ثانيه وهكذا. فلازم تكون موجوده بشكل عمودي عشان اقدر اولا اتحكم في الحمل اللي نازل منها بسهوله ثانيا ما تجينيش قرايات خطر. بعد كده بنتقل لاخر حاجه معانا وهي المصر. المصر ديت من اسمها كده عباره عن انبوبه زجاجيه بتعتمد في بنائها على عمليه الشط عشان كده هم بيسموها مصر لان دلوقتي فيها هنا الانتخاب ده بقدر ان انا اضغط عليه. تمام يعني انا بضغط على الجزئيه ديت وبعد كده اقسمها فلما ابدا اسيب ايديا تبدا انها تسحب السائل اللي هي محطوط فيه فكانها بتمتص السائل فسموها المصر. تمام يعني دلوقتي انا ديت اقدر افهم من كده ان انا هستخدمها في نقل السوائل او ان انا برضه ابدا اقيس حجم السائل اللي انا بضغط. دلوقتي المصر عباره عن ايه؟ برضه عباره عن انبوبه زجاجيه مفتوحه طرفين زي ساحه بس ايه فبيقول ان هي وراها ذو انتفاخ واحد والبعض الاخر ذو انتفاخين وهي الاكثر استخداما في المعالج بالنسبه لي الحاله الثانيه وراها مدرج والبعض الاخر محدد الساعه. يعني ايه برضه زي ما قلنا في الكاس الزجاجيه ممكن يقول ان انت معاك مصه ساعتها 1 مللي يعني املاها كلها عشان تصل 1 مللي ما ينفعش استخدمها في اقل من 1 مللي. تمام يعني انا بجيب 2 مره بس ممكن يديني مصه اصلا 10 مللي تمام اقدر ان انا فيها 1 او 2 او 5 مللي او 7 مللي اقدر ان انا ابدا. دلوقتي عندي هنا حاجات محدده الساعه وحاجات عليها تدريج اقدر استخدمها في اغراض متعدده. طب الاستخدام بتاعها زي ما قلنا الاستخدام بتاعها هو قياس ونقل حجم معين من المحلول وبتملى عن طريق شفط المحلول بآلات شفط خاصه في حاله المواد السائله شديده الخطوره زي هنا ادوات شفط الخطوره عندي في الشكل ده وممكن في ناس عاد تسحب منها عن طريق الفم او عن طريق اليد مفيش مشكله خالص بس في طبعا المواد اقل خطوره او اللي ما فيهاش خطوره ممكن ان انا اصلا شكل قوي تاثر عليا بضرر. بكده ان شاء الله نكون خلصنا الجزء الاول من ادوات القياس في معمل الكيمياء وننتقل للجزء الاخير معانا في الدرس وهو ادوات قياس الاس الهيدروجيني. هناخد ان شاء الله اخر جزئيه معانا في نفس الكيمياء والقياس وهو الاس الهيدروجيني او طرق قياس الاس الهيدروجيني. اولا نعرف يعني ايه اصلا الاس الهيدروجيني او بيستخدم في ايه؟ بيقول هنا الاس الهيدروجيني دوت بيستخدم في التعبير عن الحماضيه بتاعت المحلول. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي لما باجي اوزن بستخدم الميزان علشان يعرفني الكتله بتاعت الجسم او الكتله بتاعت اي حاجه انا بحطها عليه. لما باجي اقيس الطول بيعرفني الطول. طبعا لما باجي اقيس الاس الهيدروجيني ده بيعرفني ايه؟ بيعرفني هل المحلول اللي معايا ده حامضي ولا متعادل ولا قاعدي. يبقى دلوقتي انا عرفت ان الاس الهيدروجيني ده اسلوب انا بستخدمه علشان اعبر او علشان اقيس الحماضيه بتاعت المحلول اللي معايا. يبقى دلوقتي لما باجي اقرا التعليم او افهم اصلا بيتكلم عن ايه؟ هيقول هنا ان الرقم او الاس الهيدروجيني هو اسلوب يستخدم للتعبير عن تركيز ايونات الهيدروجين اتش في المحلول وذلك لتحديد نوعه ان كان حامضي او قاعدي او متعادل. يبقى دلوقتي الاسلوب انا بستخدمه علشان اقيس ايونات الهيدروجين الموجبه. ايونات الهيدروجين الموجبه اللي تكون موجوده في المحلول ديت يا شباب بتعبر لي عن مدى حماضيه المحلول. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي لو عندي ايونات الهيدروجين الموجبه كتير في المحلول بيبقى المحلول ده محلول حامضي مثلا او اقل شويه محلول حامضي ضعيف ما فيهوش بقى وفي ايونات ثانيه زي الوش السلبي وانا محلول قاعدي. يبقى دلوقتي الاس الهيدروجين ده اسلوب انا بستخدمه علشان اقيس تركيز ايونات الهيدروجين الموجبه في المحلول. طب اعرف ايه اصلا بعد ما اقيسها؟ اعرف هل المحلول اللي معايا ده حامضي ولا قاعدي ولا متعادل. طيب ايه هي بالنسبه بقى للغه الارقام؟ ازاي اقدر اعرف هو حامضي ولا قاعدي ولا متعادل؟ بيقول لي هنا ان الاس الهيدروجين ده بيعبر عنه بارقام بتتراوح بين 0 و14. تمام؟ وعلى حسب الشكل اللي معايا هنا دوت هقدر ان انا لما اقيس الرقم اعرف الرقم ده بيقع في انهي فئه من الثلاث فئات اللي انا هقولها. اولا اذا كان الرقم ده اقل من 7 يبقى المحلول اللي معايا ده حامضي. دلوقتي اول حاجه اقيس الاس الهيدروجين لقيت مثلا طلع معايا 6 اقول لك اه 6 اقل من 7 يبقى المحلول ده حامضي. طلع 5 طلع 4 طلع 1 ده حامضي. وكل ما قل الرقم ده كل ما الرقم ده نزل تحت كل ما الحموضيه بتاعتي بدات تكون اعلى. دلوقتي عندي اعلى الحموضيه 1 لكن 6 ده هو الاقل فيه الحموضيه. طيب لو لقيت ان الرقم او الاس الهيدروجين اللي طلع معايا ده 7 بالظبط اقدر اقول لك ان المحلول اللي معايا ده محلول متعادل ولا هو حامضي ولا هو قاعدي. طيب لو طلع اكبر من 7 بقدر اقول ان المحلول اللي معايا ده قاعدي. بعد كده من 7 لفوق 8 بقى 9 7 و2 من 10 اي حاجه من الكلام ده بيكون قاعدي. طب ايه هو الاقصى قاعديه؟ قال لك ان انت كل ما طلعت لفوق بتزيد القاعديه بتاعتي. يعني انا لو عملت تدريب بالشكل ده بادئ من تحت هنا 1 ومنتهي هنا 14 وعندي في النص هنا 7 اقول لك ان انا كل ما نزلت لتحت كده كل ما زادت الحموضيه بتاعتي الجزء اللي تحت ده كله حامضي وكل ما طلعت العكس كده فوق القاعديه عندي
بيزيد تمام. يبقى دلوقتي هنا بيديني هنا والله يقيس الجلوكوجيني مطلع عندي رقم، رقم ده من 0 لحد 14، من اول 0 لحد 7 عدد سنين عارضي، بعد 7 سنين قاعدي صار بالظبط مسميه متعادل، وده بيتم عن طريق قياس تركيز ايونات الهيدروجين المجرده اللي موجوده في المحلول اللي انا شغال عليه. بيقول لي هنا قياس الجلوكوجيني ليه دور كبير من الاهميه في التحولات الكيميائيه وكمان البايو كيميائيه، لانه بيحدد مدى حمضيه او قاعديه او تعادل المحاليل المستخدمه في الكلام. طيب نبدا بعد كده ننتقل لطرق قياس او ادوات قياس الجلوكوجيني اللي احنا بنرمز ليه بي ام بي اتش، ولازم تكون البي دي اس مباشره، احنا البي دي اس بتكون صغيره والاتش هي بتكون حتى لانها بتعبر عن الهيدروجين اللي هو عنده اتش. طيب دلوقتي هنا اولا بيقول لي ان في حاجه اسمها شريط بي اتش الواقي، ده لما انا عايز اقيس بطريقه تقليديه، وعندي حاجه ثانيه اسمها جهاز بي اتش الرقمي. ايه الفرق بين الاثنين؟ عارفين يا شباب ورقه اعمال الشمس لو اي حد شافها في المدرسه قبل كده، مثلا المدرس كان بيجيبها في الحصه او لو رحتوا زياره للمعمل بيبقى في اوراق كده معينه بتستخدم، ببدا ان انا احطها في المحلول بتاعي بيغير لونها على حسب درجه تغير اللون بتاع ورقه اعمال الشمس دي، بيبقى عندي مرجع كده. يعني انا مثلا هنا عندي مرجع بيقول لي والله لو طلع اللون مثلا شبه اللون اللي هنا دوت يبقى ديت مثلا ايه بي اتش 1، لو طلع شبه اللون اللي هنا يبقى بي اتش 2. فببدا ان انا اجيب ورقه اعمال الشمس اللي معايا واقعد ايه اعديها على التدريب اللي معايا اشوف هي شبه انهي لون في التدريب، فطلع مثلا شبه اللون اللي موجود في التدريب 2 ده تمام، فاقول لك اه يبقى ديت البي اتش اللي طلع معايا هنا في التدريب، يبقى عباره عن ورقه انا بحطها في المحلول بتغير اللون بتاعها، بعد كده اروح اشوفها على التدريب المرجعي اللي على الكرتونه او على العيد بتاع الورق اللي انا شايفه، فاشوف هي شبه انهي لون على التدريب واشوف الرقم المرجعي بتاعها، فطلع 2 يبقى بي اتش 2، طلع 3 يبقى بي اتش 3، طلع 8 يبقى 8 وهكذا. يبقى طريقه قياس التقليديه بيقول لي ان انا باخد مستوى الشريط في المحلول فهتغير لونه، يتم تحديد مدى قيمه بي اتش المحلول من خلال تدريج اضافه ما بين 0 ل 14 طبعا لدرجه اللون اللي طلع معايا على الورقه. طيب هل هي بتطلع لي نتائج كده؟ هي بتطلع لي مدى معين، يعني انا ممكن اطلع يعني فيها فرق نص، فيها فرق 2 من 10، فيها فرق 3 من 10، لان انا دلوقتي مش بعتمد على حاجه تديني نتيجه صريحه او رقم صريح على شاشه اقدر ان انا اتاكد منه، فعشان كده دلوقتي طور الموضوع معايا وعمل جهاز البي اتش الرقمي. طب ايه عباره عن جهاز البي اتش الرقمي؟ بيقول لي ده عباره عن جهاز بيكون ليه قطب، القطب ده موصل بالجهاز زي الشكل اللي احنا شايفينه كده، ببدا ان انا اغمس القطب ده، القطب ده طبعا يعني العمليه بتتم رقميه فانا يعني تظهر على الشاشه، ببدا ان انا اغمس القطب ده في السائل او المحلول اللي معايا ويبدا يظهر عندي على الشاشه هنا رقم البي اتش بتاعي ومحطه رقم 3، فهو هنا بيديني رقم دقيق يعني ممكن يقول لي 3 من 10 3 من 10 ممكن يديني رقم كده كمان، فعشان كده اقدر ان انا عن طريق اطلع نتائج صريحه او مؤكده بدقه، لان انا هنا بستخدم نظام رقمي، فبيقول لي هنا بيغمس القطب الموصل بالجهاز في المحلول فرصها قيمه بي اتش المحلول مباشره على الشاشه الرقميه للجهاز تمام. عشان كده بيقول لي هنا يعتبر ان جهاز بي اتش الرقمي اكثر دقه من شريط بي اتش الورقي في تحديد قيمه بي اتش للمحلول، وذلك لانه يحدد قيمه بي اتش المحلول مباشره بدلاله الرقم الذي يظهر على الشاشه الرقميه، يعني انا باخد رقم من هنا وبعدين بخلص، لكن هنا انا لازم اخد الورقه وابدا اقارنها بتدريب معين موجود عندي، ممكن التدريب ده ما يكونش دقيق قوي او يديني رينج معين من الارقام، يعني مثلا اعرف ان هي من 3 ل 4 ما اعرفش ان هي 3 مثلا 2 10 بالظبط وهكذا، فما تدينيش نتائج مظبوط قوي، فعشان كده افضل ان انا استخدم جهاز بي اتش الرقمي هو موجود تقريبا في كل المعامل وهو المعتمد حاليا وشركه بي اتش ده اول حاجه بيستخدمها. كده ان شاء الله خلصنا الدرس الاول وايه التوفيق ان شاء الله. في طرق للبحث والتقصي عن المعلومات الجديده. علم الكيمياء يعتبر احد العلوم الاساسيه واحد العلوم الطبيعيه الخمس، العلوم الطبيعيه هي العلوم المحيطه بنا مش علم طبيعي، يعني مش علم زي الهندسه او الطب، لا ده علم طبيعي موجود في الحياه بتاعتنا زي الفيزياء والكيمياء والبيولوجي اللي هو باقي الحياه والفلك والجيولوجيا، يعني العلوم اللي الطبيعه المحيطه بنا كلها. طيب دلوقتي عرفنا يعني ايه علم بشكل عام وجدوا ان احنا نعرف يعني ايه اصلا علم الكيمياء. زي ما احنا عارفين هنا ان علم الكيمياء ده بيختص بدراسه المواد، يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي عندي ماده تمام، لو انا درست التركيب الكيميائي بتاع الماده دوت يبقى انا دلوقتي كده في جزء من علم الكيمياء بيختص بتحليل الماده. طيب بعد ما درست المكونات بتاعت الماده ديت من جوه، انا كمان عايز ادرس الخواص بتاعت الماده، هل الماده ديت بتتفاعل مثلا مع الماده الفلانيه؟ هل ما بتتفاعلش معاها؟ هل قابله للاحتراق؟ هل ليها طعم؟ هل بيحصل فيها تاثير معين مع الهواء؟ هكذا. فاذا هو دلوقتي بيدرس اذا هو دلوقتي بيدرس تركيب الماده، الماده من جواها الذرات المزيكات الروابط الكلام اللي جوه الماده نفسه وكمان خواص الماده والتفاعلات بتاعت الماده او التغيرات اللي بتحصل عليها، يبقى دلوقتي هنا علم الكيمياء ده علم يهتم بدراسه تركيب الماده وخواصها والتغيرات التي تقع عليها وتفاعل المواد مع بعضها وظروف المواد ذلك. طيب ده تعريف علم الكيمياء بشكل عام. طيب ايه اهميه علم الكيمياء؟ وعلم الكيمياء ده اصلا علم حديث، علم الكيمياء ده علم قديم جدا والمصريين والعلماء كانوا بيستخدموه من زمان في التحنيط، طبعا التحنيط ده موجود لحد دلوقتي، اذا العلماء او المصريين والعلماء دول كان عندهم علم متطور في الكيمياء منذ الاف السنين، اذا ده علم قديم مش علم حديث مثلا زي علم النيوتن، مش ده علم لسه جديد، مش هقول ان هو موجود. طيب طب ايه المعادن والتعليم من زمان والناس فيه تعليم وبيستخدموا النحاس وبيستخدموا الحديد من الارض وبيستخدموا في صناعه الادوات والكلام دوت، وكمان طب والدواء، وطب والدواء برضه كان موجود عند المصريين القدامى. كمان علم الكيمياء دخل فيه اداره الجلود وصناعه الاقمشه وصناعه الزجاج والالوان، وده طبعا كلنا عارفينه، وبرضه كنا خدنا منه جزء في التاريخ ان علم الكيمياء استخدمه المصريين القدماء في الدباغه وصناعه الالوان اللي هي موجوده على المعادن لحد دلوقتي زي ما هي، اذا العلم ده موجود من زمان وكانت الناس كمان زمان متميزه فيه وبتقدر تنتج منه حاجات كويسه. طيب دلوقتي نبدا نشوف المجالات بتاع دراسه علم الكيمياء، يعني علم الكيمياء ده بيخص ايه؟ احنا لما كنا بنتكلم في علم الكيمياء كنا بنقول ثلاث حاجات اساسيه او ثلاث نقاط اللي احنا كنا عاملينهم بالاول، اللي هم التركيب بتاع الماده وخواص الماده والتفاعلات الكيميائيه بتاع الماده او التغيرات اللي بتقع عليها. طيب كل حاجه من دول ده يعتبر مجال دراسه منفصل في علم الكيمياء، يعني لو انا قلت ان انا هدرس التركيب الذري والجزيئي للماده وكيف ارتباطها ببعضها، اي ده هو فرع او مجال من دراسات علم الكيمياء. طيب دراسه الخواص الكيميائيه للماده اللي احنا كنا لسه قايلينها في التعريف برضه مجال ثاني، فدلوقتي هو مجال كيمياء بس انتوا لسه قبل ما نعمل عمليه تعريف او تعريف اصلا فرع من علم الكيمياء. اول حاجه من الاشياء اللي بتكون تركيب الماده والمقطع والزيان والاهم من ثاني دراسه الخواص الكيميائيه اللي معناها وصفها كاملا، وهي تذكر ان انا قلت عن التركيب الكيميائي يكون يلتقي بها التعريف، لان كل واحد عشان يبقى يعني انا
هنكمل كلامنا اليوم بالفصل الثاني من الباب الاول بعنوان النانو تكنولوجي، ونشوف علاقة علم النانو تكنولوجي بالكيمياء. تمام. فيه فلو انا بقيت حاجه صغيره بضيف الباب اللي هو سنتيمتر، وانا عارف ان المتر فيه 100 سنتيمتر. طب لو انا بقيت حاجه اطول مثلا الكيلومتر، ليه؟ علشان اسهل على نفسي عمليه القياس او عمليه حتى كتابه القيم اللي انا بس فان شاء الله اسال حاجه بالمتر وان شاء الله اسال حاجه بالسنتي ولا الكيلو ولا حتى الحاجه اللي انا شغال بيها. النانو ده شغال زي السنتي زي الكيلو زي الدي. برضه يعتبر الباب الوحيد القياس، بس هستخدمه لما اكون بقيت حاجه متناهيه الصغر قوي علشان اقدر ان انا اعبر عن المقدار او اعبر عن الحجم اللي معايا. دلوقتي نانو زي السنتي زي الكيلو، يبقى دلوقتي حتى ممكن وانا بقيس الطول اقول هنا نانو متر، ممكن وانا بقيس الوقت اقول نانو سكند او نانو ثانيه. دلوقتي النانو بيعتبر الباب الوحيد القياس. طب النانو ده بيساوي ايه؟ انا دلوقتي عرفت ان السنتي مثلا بيساوي 1/100 من المتر، وعارف ان الكيلو بيساوي 1000 متر. طيب النانو بيساوي قد ايه؟ يعني لو انا بص للمتر هيساوي قد ايه من المتر مثلا؟ هنا شباب ان النانو بيساوي 1 جزء من المليار. يعني هنا لو السنتي بيساوي 1 جزء من المية، لا ده النانو بيساوي 1 جزء من المليار. يعني لما اقول لك هنا نانو متر يعني 1 جزء من المليار من المتر. يبقى هنا 1 نانو بيساوي 1 جزء من المليار اللي هو 10^3. يعني لو انا حولت دوت ل بص على 10^3 جزء من الوحده المقاس، يبقى معناها ايه؟ معناها ان هنا النانو متر الواحد بيساوي 1 جزء من المليار من المتر او 10^3 متر. واحده ثانيه هيساوي 1 جزء من المليار من الثانيه او 10^3 ثانيه. عشان كده بيقول لك استخدم النانو كمان للقياس للجزيئات متناهيه الصغر اللي مش هقدر اعبر عنها بالمتر ولا سنتي ولا ديسي ولا كيلو ولا كان كبير دوت. طيب الاسئله الثانيه على البديهيات عندي، الملي، والملي هنا شباب بيساوي 1/10^3 من الوحده المقاسه، والمايكرو بيساوي 1/10^3 من الوحده المقاسه، واصغر حاجه فيهم هي النانو بيساوي 1/10^3 من الوحده المقاسه. ودي فكره كمان بعد كده بس مش عليها ناقصتها زي البيكو وزي الفندق. دلوقتي احنا خدنا فكره عن يعني ايه نانو تكنولوجي، وكمان عرفنا يعني ايه بديهيات، وعرفنا ان النانو دوت يعتبر بارئ لوحدات القياس. طيب برضه النانو ده احنا عايزين نفهم يعني عايزين نعرف ايه اللي احنا بنقول ريحتنا بيقدم النانو، او النانو ده يعني عمر عليه بالظبط. اداني هنا ثلاث امثله عشان نعرف مدى صغر وحده النانو. اول حاجه بيقول لي ان قطر حبه الرمل بيساوي 10^6 نانو متر. يعني شوف مليون نانو متر قطر حبه الرمل. طب بالنسبه لجزيء الميه بيقول لي ان قطر جزيء الماء حوالي 3 نانو متر. شوف الفرق قد ايه. يعني شوف هنا وعايز اعرف الجزيء قد ايه مثلا من حبه الرمل. يعني هنا مثلا ممكن تلاقي في حوالي 3 مليون جزيء حبه الرمل دي. تمام. طيب بيقول لي برضه هنا اصغر من كده اللي هي قطر الذره الواحده بيساوي من 1/10 ل 3/10 نانو متر. وده عشان يعرف ان قد ايه النانو ده بيجيب حاجات متناهيه الصغر جدا جدا جدا. احنا ما بنقدرش ان احنا نشوفها. طيب تقريبا بقول هنا ان النانو بيبقى ليه خواص فريده، بلاقي اصغر مدى حجم النانو ليه خواص فريده، هو ده اللي احنا بندرسه في الشريحه الجايه. وبيقول هنا ان النانو وحده قياس فريده. طب ليه دي وحده قياس فريده؟ قال لي هنا يا شباب ان لما تكون الماده في حجم النانو الخواص الميكانيكيه والكيميائيه والفيزيائيه بتاعتها بتتغير على حجم طبيعي. يعني ايه الكلام ده؟ بيقول يا شباب هنا خواص زي اللون والقدره على التوصيل الحراري والكهربي والمرونه وسرعه التفاعل الكيميائي والشفافيه والصلابه ونسبه الانصهار وغيرها من الخواص. دي الخواص الكيميائيه والفيزيائيه والميكانيكيه بتاعت الماده بتتغير تماما وبتديني خواص جديده وفريده في بعض النانو. اكتشف العلماء ان الخواص ديت بتتغير كمان باختلاف الحجم النانوني للماده، عشان كده سموها خواص المعتمده على الحجم. ليه؟ لان الماده لما تكون في حجم المكرو تمام، او كمان المايكرو بيكون ليها خواص معينه. يعني لما بعض ان انا اصغرها خالص لحد ما اوصل ان هي تتحمل النانو، بلاقي ان خواص النانو بتتغير خالص. وده هنا ده المصطلح اسمه الحجم النانوني الحرج. طب ايه هو الحجم النانوني الحرج؟ هو دوت الحجم اللي لما بتوصل الماده في الصغر بتاعها، يعني لما بتوصل الماده لحد ما توصل للحجم النانوني الحرج ده، بتبدا ان خواص بتاعتها تتغير او تديني خواص الفريده او خواص الجديده بتاعت الماده اللي ما كناش بنقدر نوصل عليها قبل كده في حجم المايكرو او المايكرو. طيب ايه هو تعريف الحجم النانوني الحرج؟ بيقول ان هو الحجم الذي تظهر فيه الخواص النانونيه الفريده للماده والذي تكون ابعاد خارقه اقل من 100 نانو متر. طيب عشان نفهم برضه الخواص دي بتتغير ازاي، هناخد امثله على مادتين بتتغير الخواص بتاعتهم لما بصغرهم لحد الحجم النانوني وهما الذهب والنحاس. يبقى اول حاجه هنا هندرس تغير لون الذهب تبع تغير الحجم النانوني بتاعه، وكمان تغير صفات النحاس تبع تغير الحجم النانوني. اول حاجه هنبدا بيها هو تغير لون الذهب تبع تغير الحجم النانوني لدقائق. احنا عارفين كلنا يا شباب ان الذهب لونه اصفر او لونه ذهبي اللي هو اصفر ذو بريق معدني، اللي احنا كلنا عارفينه. لكن انا لما بخلص حجم دقائق الذهب اللي مقياس النانو بيبدا يغير عندي لونه وياخد الوان مختلفه، منها الاحمر والبرتقالي والاخضر والازرق حسب الحجم النانوني اللي انا وصلت ليه. يعني ده معناه ايه؟ ان هي كمان الحجم النانوني مش بتديني لون واحد بس، لا بتديني هنا نطاق من الالوان حسب ما انا ببدا اصغر الحجم اكتر. يعني انا دلوقتي وصلت ليه؟ حجم الحجم اللي هو اقل من 100 نانو متر. طيب ممكن لو عندي 100 لون، ممكن لو نزلت حجم 50 نانو متر يبقى ممكن عندي 20 لون تاني وهكذا. يبقى دلوقتي انا ببدا لما بوصل لبعض النانو او انا عندي الحجم النانوني الحجم بتاعي بيبدا ان يحصل عندي تغير في الخواص بتاعت النانو وتديني الوان مختلفه زي الشكل اللي انت شايفينه دوت. ولو طبعا عندي هنا عن الوان الذهب في الحجم النانوني طبعا احنا شايفين هنا نطاق من الالوان. طيب ايه السبب؟ قال لك هنا شباب ان السبب هو ان تفاعل الضوء المرئي مع نقاط الذهب في الحمار النانوني بيختلف عن تفاعله معها وهي في الحجم المرئي او النقي. يعني احنا دلوقتي لما الضوء المرئي بيتفاعل مع الذهب وهو مثلا في الحجم اللي احنا كلنا عارفينه اللي هو في خاتم او في سبيكة او في اي شيء ثاني، احنا كلنا بنشوف اصفر. لكن لما بعض افرفته او اصغره لحد ما يوصل معايا الحجم النانو، بيبدا ان الضوء المرئي يتفاعل معاه بشكل مختلف فيظهر عندي الوان مختلفه عن لون الحجم النقي. طيب تاني حاجه معايا هي تغير صلابه النحاس تبع تغير الحجم النانوني لدقائق. برضه هنا شباب لما بعض اصغر حجم دقائق النحاس لحد ما اوصل عندي الحجم النانوني او في البعد النانوني، بلاقي ان صلابه النحاس بتزداد كل ما بتقل حجم دقائق. وسبب كده هو ان الصلابه بتختلف باختلاف الحجم النانوني للماده. هي برضه من ضمن خواص احنا قلنا انها بتتغير لما ينزل الماده ليه المقياس النانو او الحجم النانوني. طيب انا باخد على كده المثال بقى تفصيل عشان يجمع لي كل الكلام اللي احنا قلناه ده. بيقول لي هنا شباب تفسير الخواص الفريده للمواد النانوية، عايز يختار لي بقى الخواص ديت بتتغير. بيقول لي هنا لما طبق على الاسئله السابقه ينطبق برضه على الحجم النانوني لاي ماده، يعني مش بس ذهب ونحاس. وعايز يختار لي ليه الكلام دوت بيحصل. طيب ليه الكلام دوت بيحصل لاي ماده؟ قال لي هنا شباب من الخواص الفائقه للمواد النانوية ترجع لعلاقه بين مساحه السطح الى الحجم. طيب ده ايه الكلام ده؟ قبل ما اشرح المثال على المكعبات اللي معايا ديت هشرحه الاول على حاجه ثانيه عشان اوضح الفكره. لو دلوقتي يا شباب انا عندي لتر من الميه، عندي هنا اهو في 1 لتر من الميه، هنا 1 لتر، وبدات ان انا اقسم ال 1 لتر. طبعا اللتر ده يا شباب دلوقتي قياس حجم، تمام، يعني حجم الميه اللي معايا 1 لتر. طيب لو انا قسمت يا شباب ال 1 لتر دول على
انائين تانيين بالشكل ده. يعني اللي عندي هنا نص لتر في كل اناء، تمام؟ وقلت لك ايه الفرق بين مساحه الصفحه بتاعه الميه في الحاله الاولاني ومساحه الصفحه لما قسمتها على وعين. لو تشوفوا هنا شباب مثلا، لو اعتبرنا مساحه الصفحه هي مساحه الميه اللي ظهر عندي هنا على الوش بالشكل ده، تمام؟ هلاقي هنا مثلا ان مساحه الصفحه عندي واحد بس من سطح الميه اللي موجود عندي في الاناء ده. لكن لما قسمتها على انائين هنا هلاقي ان عندي هنا مساحه الصفحه قد اللي كانت هنا، يعني واحد ده وكمان بص عليها سطح كمان. يعني لو قلت لي هنا مساحه الصفحه دي اقول لك مساحه الصفحه هنا 2 لكن هنا 1. نفس الكلام لو قسمتها هنا على ثلاث روايات هلاقي ان هنا مساحه الصفحه هتزيد عندي 3، لكن في الثلاث احوال شباب حاجه عندي اللي هو ايه؟ اللي هو عندي هنا مثلا في الكوبايه مع كده قسمتها على كوبايتين، فانا عندي بدل الصفحه صفحتين، فهنا مساحه الصفحتين بتزيد، تمام؟ لكن الحاله الاولى انا حاطط هنا 500 مللي و500 مللي، يعني الاثنين 4 متر. ولما قسمتها على ثلاث كوبايات بقت مساحه الصفحه عندي مساحه ثلاث اسطح من سطح الكوبايه، تمام؟ لكن الحاله عندي 4 متر حاطط مثلا 300 مللي هنا وقسمتها على ثلاث. طب تخيل بقى يا شباب لو انا قسمت المايه اللي معايا ديت على مليار كوبايه ميه، تمام؟ ده طبعا مثلا تخيل ايه اللي هيحصل عندي؟ هيحصل عندي مساحه الصفحه هتزيد زياده رهيبه، في حين ان الحجم بتاعي ما بيتغيرش، الحجم كل الاحوال الاجمالي بتاعه 1 متر، تمام؟ يبقى دلوقتي انا فهمت ان انا كل ما ببدا ان اقسم الماده بتاعتي او اقسم حجم ثابت من الماده مساحه الصفحه بتبدا عندي تكبر جدا 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 مع الوقت، في حين ان الحجم بتاع الماده عندي ما بيتغيرش، لان الماده بتاعتي ما بقتش الماده عندي، بس كل اللي بعمله ان انا بقسمها على حاجات اكتر. نفس الكلام في المكعب، هنا المكعب ده شغال على حجم المكعب هنا اهوت، كان مساحه الصفحه بتاعته 1 متر، وكان الحجم بتاعه 1 متر مكعب، الحجم 1 متر مكعب ده كان بيساعد معايا مش هيغير زي حجم المايه بالظبط، فلما ببدا ان انا اقسم المكعب ده لاكثر من جزء بتبدا عندي مساحه الصفحه بتاعته تزيد كل ما انا بدات ان انا اقسمه اكثر من الاول، تمام؟ فبيحصل عندي زياده رهيبه في مساحه الصفحه في حين ان الحجم ثابت ما بيتغيرش، يبقى دلوقتي انا فهمت معلومه ان انا كل ما بكسر الماده وكل ما بقسمها لحد ما توصل للحجم النانوي بتاعها بتبدا ان مساحه الصفحه تبقى كبيره جدا في حين الحجم ثابت. اذا بالنسبه لمساحه الصفحه للحجم بتبدا انها تزيد، يعني انا لو قلت مثلا انا عايز اقسم النسبه مساحه الصفحه سطح على الحجم، تمام؟ هلاقي عندي هنا مساحه الصفحه دي بتزيد باستمرار لان المقام عندي ثابت، فنسبه مساحه الصفحه على الحجم عماله تزيد تزيد مع الوقت في الحجم بتاعي ثابت. اذا هنا قسمت يا شباب ان كل ما انا قسمت الماده وكمان وصلتها للحجم النانوي مساحه السطح المعرض للتفاعل عندي بتبدا تزيد زياده رهيبه، وهو دوت اللي بينتج عنه الخلاط الكيميائيه والفيزيائيه والميكانيكيه اللي فايده الماده، وده بيرجع لزياده السطح زياده رهيبه كل ما قسمت الماده بتاعتي في حين ان حجم الماده بيفضل معايا ثابت ما بيتغيرش طول العمليه. يبقى دلوقتي هنشوف الاستنتاج بتاعتنا، هيقول لي انا قسمت المقام ان في الحجم النانوي من الماده ازداد النسبه بين مساحه السطح والحجم، يعني الحجم ثابت وانا عمال ازود بس مساحه السطح زياده كبيره جدا، يصبح عرض دوات الماده المعرض للتفاعل كبير جدا اذا مقارنه بعددها في الحجم الاكبر اللي هو حجم المكر اللي هو زي كده، تمام؟ من الماده ده فان النسبه بين مساحه السطح والحجم تدخل الوسيمات النانوميه خلاص كيميائيه وفيزيائيه وميكانيكيه تقريبا اللي هي خلاص اللي احنا كنا خدناها مش عارفين فاتوا اللي هي زي الفضاء والكلام ده. بكده نكون خلصنا الجزء الاول من الدرس، وباذن الله نكون ويدرس الخواص الفريده بتاعتها، وكمان يدرس التطبيقات يعني استخدمها في ايه بعد كده او هتنفعني في ايه الماده اللي انا حضرتها دي. يبقى هنا شباب بيقول لي ان هنا كيمياء النانو احد فروع علم النانو، وهي الفرع المختص بالتعامل مع تطبيقات الكيمياء للمواد النانونيه، يعني المواد النانونيه دي تخدمني في ايه؟ في علم الكيمياء، وكمان دراسه وصف وتقليل المواد النانونيه نفسها والخواص الفريده المرتبطه بتجمع الذرات والجزيئات ذات الابعاد النانونيه. يبقى تاني هنا كيمياء النانو ده احد فروع علم النانو، بيختص بتخليق مواد النانو وازاي يطبقها في مجال الكيمياء، وبعد كده علم الكيمياء مركز البيولوجي. التكامل بين علمي الكيمياء والبيولوجي. البيولوجي اللي هو الحياه زي ماده الحياه اللي انت بتدرسها دلوقتي، اللي هو العلم المخصص لدراسه الكائنات الحيه. يبقى دلوقتي انا علشان افهم التكامل بين علمي الكيمياء والبيولوجي لازم اصلا الاول اعرف يعني ايه بيولوجي، واحنا قلنا ان هو العلم الخاص بدراسه الكائنات الحيه، دي معلومه احنا عارفينها لان انتوا اصلا كده كده بتاخدوا احياء. طيب دور علم الكيمياء في الاحياء، الاحياء دي يا شباب احنا كلنا مش ممكن ان انت تروح تعمل تحليل في المعمل، ده طبعا بيكون كيمياء بيبقى عايز يعرف الدنيا ماشيه في جسمك جوه ازاي، السوائل الانزيمات الهرمونات، اذا انت كل حاجه جوه جسمك داخل فيها برضه علم الكيمياء. دلوقتي دور علم الكيمياء انه بيساهم في فهم التفاعلات الكيميائيه اللي بتحصل جوه الكائنات الحيه مثل التنفس والهضم والبناء الضوئي، ده طبعا في النباتات. اذا دلوقتي علم الكيمياء بيساهم في تفسير العمليات اللي بتحصل داخل الكائنات الحيه اللي انا ما اقدرش احددها من غير بحث او من غير تحليل. طيب لو انا خدت يا شباب علم الاحياء اللي هو دلوقتي بيدرس الكائنات الحيه ده، وحطيت معاه علم الكيمياء اللي هو بيدرس التركيب وبيدرس الماده والتفاعلات، قال لك الناتج الاندماج بين العلمين دول بيطلع لي علم جديد خالص اسمه علم الكيمياء الحيويه. يعني ايه علم الكيمياء الحيويه؟ يعني علم الكيمياء اللي هو داخل فيه دراسه الكائنات الحيه، يعني علم الكيمياء اللي جوه الكائنات الحيه. عندي كيمياء عاديه خالص زي في صناعه زي في زراعه كده، وعندي كيمياء حيويه اللي هي تختص بدراسه الكيمياء في الكائنات الحيه. طيب ايه هو تعريف علم الكيمياء الحيويه؟ بيقول لي هو علم يهتم بدراسه التركيب الكيميائي. لحد كده احنا كيمياء، طب يهتم بدراسه التركيب الكيميائي ايه بالظبط؟ هل دي مواد بنستخدمها في الصناعه؟ هل معادن؟ هل اللي كذا؟ لا، قال هنا لاجزاء الخليه في مختلف الكائنات الحيه مثل الدهون والكربوهيدرات والبروتينات والاحماض النوويه. يبقى دلوقتي عندي هنا علم الكيمياء لما بيدخل مع علم الاحياء او البيولوجي اللي هو العلم الخاص بدراسه الكائنات الحيه بيديني علم جديد اسمه علم الكيمياء الحيويه. والكيمياء الحيويه ده برضه كيمياء تختص بدراسه التركيب الكيميائي، بس بدل ما التركيب الكيميائي لاي حاجه لا، بيقول لك هنا التركيب الكيميائي لاجزاء الخليه في مختلف الكائنات الحيه زي البروتينات والدهون والاحماض النوويه. طيب كده فهمنا ايه علاقه بين علم الكيمياء وعلم البيولوجي، او لما الاثنين بيتعاملوا مع بعض بيحصل ايه. طيب نخش على ثاني حاجه معانا وهو التكامل بين علمي الكيمياء والفيزياء. طيب برضه علشان نفهم التكامل ده لازم نعرف الاول يعني الفيزياء. اول سنه برضه طب الفيزياء هي اسمها ايه؟ طيب ايه هو تعريف علم الفيزياء؟ علم الفيزياء ده يا شباب علم بيدرس برضه الماده، لكن ده بيدرسها من منظور ثاني، تمام؟ يعني هنا بيقول ان علم الكيمياء ده بيتعلق بدراسه الماده والحركه، حركه الماده والطاقه ومحاولات الظواهر الطبيعيه والقوى المؤثره عليها. اذا هنا علم الفيزياء ما بيدخلش في تركيب الماده، هو بيدرس الماده من مره، بيدرس التاثيرات اللي على الماده، بيدرس الحركه، بيدرس الطاقه، وده كله هتلاقوه طبعا في الميكانيكا وفي الفيزياء. وكذلك يهتم بالقياس وابتكار طرق جديده للقياس تزيد من دقه العمليه نفسها. يبقى دلوقتي عندنا علم الفيزياء بيدرس الماده بس من منظور ثاني، بيدرس حركه، بيدرس طاقه، بيدرس هنا ظواهر طبيعيه، لكن ما بيدرسش التركيب الكيميائي للماده، وكمان بيهتم بالقياس. طب انا دلوقتي هنا لما اجي اعمل تكامل بين الكيمياء والفيزياء، قال لي ببساطه هيديك علم اسمه علم الكيمياء الفيزيائيه. طب ايه هو علم الكيمياء الفيزيائيه؟ عفوا دي المفروض هنا الفيزيائيه. عندي هنا علم الكيمياء الفيزيائيه طبعا نتيجه تكامل بين الكيمياء والفيزياء، بيقول ان هو علم يهتم بدراسه خواص المواد وتركيبها والوسيمات التي تتكون منها المواد، مما يسهل على الفيزيائيين القيام بدراسته.
طيب يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا دلوقتي خدت هنا علم الكيمياء بكل اللي فيه، تمام، اللي هو دراسه خواص الماده وتركيبها والوزينات، بس وظفته في علم الفيزياء. ليه؟ علشان الفيزياء يكون عنده فهم اكبر لطبيعه المواد اللي هو بيتعامل معاها، فيقدر ان هو يطلع لي منتج احسن، او يقدر ان هو يطلع لي ايه الدراسه بتاعته بشكل افضل او بشكل ادق. طيب دلوقتي ناخد ثالث حاجه معانا، وهو التكامل بين علمي الكيمياء وطب الصيدله. طيب احنا قلنا هنا برضه لما كنا بنتكلم على دلالات دراسه علم الكيمياء، كنا ان الطب والصيدله هو اللي هو الدواء، تمام، والدواء دوت غالبا بيتحضر فيه المعمل بيبقى مستخلصات طبيعيه او مواد كيميائيه. فعلشان هنا هو عرف لي الادويه اللي هو الحاجه المشتركه بين الطب والصيدله، يعني الطبيب بيوصف والصيدله بيصنع الدواء وبيطلعه للمريض. اذا دلوقتي هنا علم الادويه اللي هو هنا بيمثل الطب والصيدله بيقول ان هو مواد كيميائيه خواص علاجيه، يعني كيماويات زي اي كيماويات بتتعمل. عندك مضادات في البيت دي وظيفتها التنظيف، عندك احمر مثلا او الوان دي وظيفتها التنظيف، برضه انا عندي مواد كيميائيه ثانيه وظيفتها خلاص انها تعالج. فدلوقتي جت هنا مواد كيميائيه لها خواص علاجيه يتم استخلاصها من مصادر طبيعيه او تحضيرها في المعمل. اذا دلوقتي انا علم الكيمياء داخل معايا في ان هو بيساعدهم ان هم يحضروا المواد ديت في المعمل، يبقى هنا هيكون اكيد ان هو علم الكيمياء عندي هو تحضير الادويه اللي بتحصل فيه المطابقات او المعامل، وبيفسر لنا كمان عمل الادويه ضد الجسم، يعني بعد ما الدواء يخش الجسم بيشتغل ازاي، يبقى هنا يفسر لي عمل الهرمونات والانزيمات في جسم الانسان وكيف يستخدم الدواء في علاج الخلل في عمل اي منها. يبقى دلوقتي هنا علم الكيمياء بيخش مع طب الصيدله في اولا تحضير الدواء، ثانيا بعد ما الدواء بيخش الجسم بيتعامل جوه ازاي مع الهرمونات او الانزيمات او بيعالج اصلا المرض ازاي جوه الجسم. يبقى دلوقتي احنا خدنا اول ثلاث حاجات، وننتقل للنقطه الرابعه معانا وهي التكامل بين علمي الكيمياء والزراعه. برضه احنا اتكلمنا في مجال دراسه علم الكيمياء، قلنا هنا ان الزراعه فيها اسئله، فيها ان انا اعرف نوع التربه بتاعتي، التربه ديت ايه المواد اللي موجوده فيها وايه المواد اللي ناقصاها، ايه الزرع اللي ينفع ازرعه في التربه ديت وايه الزرع اللي ما ينفعش ازرعه، طب التربه ديت محتاجه سماد نوع ايه، طب الكلام ده كله هعرفه ازاي؟ الكلام ده كله هعرفه عن طريق علم الكيمياء. علشان هنا بيقول لي دور علم الكيمياء اولا اختيار التربه المناسبه لزراعه محصولنا. طب ده بيتم ازاي؟ بيقول لي ان ده بيتم بالتحليل الكيميائي لعينه من التربه. يعني انا دلوقتي باخد عينه من التربه، والله رئيس العينه دي بشوف فيها الماده مثلا الف موجوده بنسبه كذا، والماده ب موجوده بنسبه كذا، والماده ج لا ده الماده ج دي قليله قوي والماده دي عاليه قوي، اذا والله التربه ديت ينفع يزرع فيها بطاطس مثلا. طب التربه الثانيه دي زرعها قمح، القمح محتاج الماده اللي زايده دي، لا التربه محتاجه البطاطس محتاجه مثلا الماده تكون قليله شويه. عشان كده هو بيقول لي ان انا باخد عينه من التربه احللها واشوف المكونات بتاعت التربه ديت عباره عن ايه ونسبها قد ايه، وبالتالي اشوف المحصول اللي ليه على التربه دي، وبالتالي هنا مدى كفايتها احتياجات النبات المراد زرعه. طيب بعد ما انا خلاص عرفت مكونات التربه وعرفت العجز في ايه والزياده في ايه، اعرف بقى اختار السماد. يعني مثلا انا عايز احسن التربه بتاعتي عشان تزرع زرعه ثانيه، اشوف الماده اللي ناقصه واشوف السماد اللي يعلي معايا الماده ديت واستخدمه. عشان هنا بيقول لي اختيار السماد المناسب لتلك التربه لزياده انتاجيتها من المحصول. ثاني حاجه المحصول احنا عارفين ان بيهاجمها افات، بيهاجمها اي نوع من انواع الحشرات او اي افه ممكن تدمر المحصول، فالمزارع بيستخدم المبيدات الحشريه، والمبيدات دي بتكون مواد كيميائيه. دلوقتي عندي هنا انتاج المبيدات الحشريه الملائمه للقضاء على الافات الزراعيه المختلفه. طبعا هنا حسب نوع الافه نفسها، يعني دلوقتي لما بيعرف نوع الافه اللي هي بصيغه التربه دي بيبدا ان هو يشوف العلاج المناسب ليها او المبيد الحشري المناسب ليها. ننتقل بعد كده لاخر حاجه معانا في التكامل العلوم، وهو تكامل بين هيكل الكيمياء وعلوم المستقبل. هنا هو اتكلم عن علوم المستقبل باعتبار ان هي علم النانو تكنولوجي، وقال هنا ان التكامل بين علم الكيمياء والنانو تكنولوجي بيديني علم جديد اسمه علم الكيمياء. ان زي ما قلنا الكيمياء والفيزياء دي كيمياء، في فيزيائيه الكيمياء والاحياء الكيمياء الحيويه. طيب عندي هنا الكيمياء والنانو تكنولوجي بيديني علم كيمياء النانو. طب ايه هو النانو؟ ايه بيخص دراسه علاقه الكيمياء بالنانو تكنولوجي او دورها في النانو تكنولوجي وكمان تصنيف المواد النانوية؟ بيقول لي شباب الكيمياء النانو ديت احد فروع علم النانو. طب بيخص ايه فرع علم العلم؟ بيخص اشغال بتخليق المواد النانوية ودراسه تطبيقاتها وخلاص. يعني هو هنا ده علم بيخص ان هو يعمل لي ماده نانوية ويدرس الخواص الفريده بتاعتها وكمان يدرس التطبيقات يعني استخدمها في بعد كده او تتعامل في الماده اللي حطيتها دي. يبقى هنا شباب بيقول لي ان الكيمياء النانو احد فروع علم النانو، وهي الفرع المختص بالتعامل مع تطبيقات الكيمياء للمواد النانوية. يعني المواد النانوية دي تخدمني في علم الكيمياء وكمان دراسه الخواص وتخليق المواد النانوية نفسها والخواص الفريده المرتبطه بتجمع الذرات والجزيئات ذات الابعاد النانوية. ثاني هنا الكيمياء النانو ده احد فروع علم النانو، بيخص في تخليق مواد النانو وازاي يطبقها في مجال الكيمياء وبعد كده يدرس الخواص الفريده المميزه. طيب ايه اشكال المواد النانوية؟ بيقول لي ان المواد النانوية بتاخد اشكال عديده، منها الحبيبات اللي هي بتسمى النقاط الكميه والاسلاك والاعمده والالياف وكمان الاغشيه والقرص والشرائح والانابيب. يبقى دلوقتي عندي اشكال متعدده للمواد النانوية اللي انا بقدر اخلقها بعلم كيمياء النانو. طيب المواد دي كلها شباب بنعمل لها تصنيف عام على حسب عدد الابعاد النانوية بتاعتها. طب يعني ايه اصلا الابعاد النانوية؟ ناخد الاول الملاحظه المكتوبه دلوقتي. احنا دلوقتي شباب عارفين ان اي حاجه في الدنيا بيكون ليها طول وعرض وارتفاع، يعني مثلا انت نفسك ليك طول وليك عرض وليك ارتفاع. لو جبت مثلا ثلاث طول بيبقى ليه طول وليه عرض وليه ارتفاع، اللي هي الابعاد الثلاثه اللي احنا عارفينها كلها. طب احنا دلوقتي هنصنف المواد النانوية ازاي؟ قال لك هنا احنا هنصنف المواد النانوية على حسب الماده اللي معايا ديت كام بعد من ابعادها الثلاثه بيتقاس النانو. يعني ايه؟ يعني عندي هنا مواد احاديه البعد النانوي، يعني عندي الماده ديت احد الابعاد الثلاثه بتوعها بمقياس النانو. طب مواد الابعاد النانوية يعني برضه ماده بعدين من الابعاد الثلاثه دول سواء طول او عرض او ارتفاع موجود عندي بعد النانو، وماده ثلاثيه الابعاد النانوية يعني كل الابعاد الثلاثه بتاعتها في بعد النانو او متناهيه الصوره جدا، يعني كل حاجه طول عرض ارتفاع بتوعها بيتقاس بالنانو او موجودين في مقياس النانو. طيب نبدا ان احنا ناخد واحده واحده منهم. هيبتدي بيه المواد احاديه البعد النانوي، يعني فعلا بيقول لي هي مواد يقدر احد ابعادها الثلاثه اللي هي الطول او العرض او الارتفاع بمقياس النانو. طب زي ايه؟ زي عندي هنا شباب بيقول لي الاغشيه الرقيقه، يعني مثلا بلاقي ان الغشاء دوت الارتفاع بتاعه قليل جدا، بلاقي ان الارتفاع بتاعه بيكون بالنانو حلو ممكن يكون طويل او عريض عادي خالص. يعني عندي اهم حاجه ان في احد الابعاد بتاعته بتقاس بيه النانو، فكده بسميها ماده احاديه البعد النانوي. زي ما قلنا هنا اول حاجه معايا هي الاغشيه الرقيقه، وده بيستخدم في تغليف المنتجات الغذائيه لحمايتها من التلوث والتلف وكمان غطاء الاصلح لحمايتها من الصدأ والتآكل. ثاني حاجه عندي هي الاسلاك النانويه، برضه الاسلاك ممكن يكون طويل، ممكن يكون برضه في اختلاف في الاطوال بتاعته كده، لكن المهم عندي ان هو في احد الابعاد بتاعته بتقدر بيه النانو او موجود البعد النانوي. المثال الثاني عندي هي الاسلاك النانويه، وده بيستخدم في صناعه مكونات الدوائر الالكترونيه. بعد كده ثالث حاجه هي الالياف النانويه، وده بيستخدم في صناعه مرشحات المياه. يبقى دلوقتي ثاني عندنا مواد حديد البعد النانوي، ديت مواد بيكون احد ابعادها الثلاثه يا اما الارتفاع يا اما الطول يا اما العرض بيتقدر بالنانو. والاسلاك بتاعتها هي الاغشيه الرقيقه اللي بتستخدم في تغليف المنتجات الغذائيه لحمايتها من التلوث والتلف او كمان غطاء الاصلح. وثاني حاجه هي الاسلاك النانويه اللي بتستخدم في صناعه مكونات الدوائر الالكترونيه. بعد كده عندي رقم ثلاثه هي الالياف النانو اللي بتستخدم في صناعه مرشحات المياه. دلوقتي المعلومات دي لازم اعرفها ويكون عندنا فكره
ان لو بار واحد بس بنسميها وحدات البار النانوميتر. ثاني حاجه معايا هو لو في بعدين موجودين بمقياس النانو هي المواد ثنائيه الابعاد النانوميتر، هنا بيقول ان هي مواد يقدر بعدين من ابعادها ثلاثه بمقياس النانو. طب ايه الامثله عليها؟ قال لي هنا في مثالين وهي اناديب الكربون النانوميه احاديه الاضرار واناديب الكربون النانوميه عديده الاضرار. يعني مثلا لو عندي انبوبه من دول تمام ليها اضرار واحد يبقى هنا المثال الاولاني اللي هي اناديب كربون نانوميه احاديه الاضرار. طب لو ليها كمان اضرار كده بالشكل ده بنسميها اناديب كربون نانوميه عديده الاضرار. طب اناديب الكربون دي الخواص بتاعتها ايه؟ بيقول لي هي شبابها عندها قدره فائقه على توصيل الحراره والكهرباء اكثر من النحاس تمام. يبقى دلوقتي هنا انا حصلت على خواص فريده ما حدش موجود عندي في المواد البار المكوزيه النحاس مثلا زي النحاس العادي. يبقى بيقول لي هنا من اول حاجه انا خلصها قدرتها الفائقه على توصيل الكهرباء وتوصيل الحراره اكثر من النحاس. يعني هنا دي بتديني فائقه عاليه جدا في الشغل بتاعي. بعد كده رقم اثنين بيقول لي الصلابه مع كثره الوزن. لو تفتكر احنا بنتكلم على النحاس نفسه كنا بنقول ان انا لما اخلي النحاس البار النانومي الصلابه بتاعتي بتزيد لان الصلابه بتزيد كل ما بصغر الحجم بتاعي. طب هنا احنا بار النانومي بيديني صلابه عاليه جدا مع كثره الوزن، الوزن بتاعي بقى خفيف. بيقول لي حتى هنا ان حبي من الاناديب النانوميه بقطر شعر السكر ممكن يبور عندي اكتر. ممكن يبور مثلا السياره اللي هي الكبيره ديت تضر بانبوبه نانوميه بقطر شعر اصغر. بيقول لي بعد كده شباب الفكره ديت الهندر علماء ان هم يفكروا يعملوا حبال ذات مكانه يمكن استخدامها بعد كده في المستقبل في عمل مصاعد. يعني هو عايز يستخدم الاناديب النانوميه لان قدره التحمل بتاعها عاليه جدا وصلابتها عاليه جدا وخفيفه الوزن ما تاخدش مساحه ان هو يعمل مصعد يطلع له بعد كده غرفه فضاء ونخلات للفضاء وما يستخدمش اي طريقه وطرق خلوديه موجوده دلوقتي. بعد كده الحاجه معايا بيقول لي ده مرتبط بسهوله بالبروتين تمام. البروتين يا شباب موجود جوه الكائن الحي عشان كده يمكن استخدامه في صناعه اجهزه الاستشعار البيولوجيه. البيولوجيه شغال يعني حيوي طبعا المفروض نكون عارفين معلومات بس اللي فات. يعني بيقول لي ده مرتبط بسهوله بالبروتين فاقدر استخدمها بعد كده في ان انا اصنع اجهزه استشعار بيولوجيه مثلا في الجوه الانسان. رابع حاجه معايا شباب ان قوه الترابط بين جزيئاتها بتكون عاليه جدا وعشان كده شباب بيقول لي ان اناديب الكربون النانوميه بتكون اقوى من الصلب. طبعا دي حاجه استخدامها كتير بس مع العلم ان بتكون تكلفه انتاج المواد النانوميه عاليه جدا هتكون اعلى من الصلب. فهي ليها ميزه ويعني بعدها هنا هو تكلفه عاليه جدا او التقنيه المكلفه جدا. بعد كده النقطه الثالثه معايا وهو المواد الثلاثيه الابعاد النانوميه يعني الابعاد الثلاثه بتاعتها اللي هي الطول والعرض والارتفاع كلها بتتقاس بمقياس النانو. وعندي هنا مثالين شباب على المواد الثلاثيه الابعاد النانوميه. اول حاجه فيهم هي كره بوكي بعد كده ناخد صوره في النانو. كره بوكي يا شباب دي زي الشكل هو ده في الشكل بتاعها بيكون كده بتتكون من 60 ذره كربون ودول مصدرها برمز ايه 60. طيب ايه عندي هنا شباب الكره البوكي دي بيكون ليها خاصيه مهمه جدا او خاصيه مميزه. اهم حاجه عندي دلوقتي ان هي مفرغه من الداخل. طيب ان هي مفرغه من الداخل زي ما انتم شايفين في الصوره كده مثلا الفراغ اللي هو ده هتعمله فيه. انا في التجويف اللي موجود في كره بوكي ده ممكن استخدمه في حمل جزيئات من الادويه تقدر انها تفصلها لي بعد كده داخل الجسم من المكان اللي انا بتكلم فيه معلقه. يعني ايه؟ بيقول لي هنا شباب ان النموذج الجزيئي الكره البوكي يبدو ككره قدم مجوهره يعني هي فاضيه من جوه. هم بقى عايزين يحملوا عليها جزيئات من الادويه بعد كده يستهدف بيها مكان معين من الجسم تروح على الكره مثلا الدواء ينزل جسمك مثلا ممكن يدور الخلايا سليمه انها تروح الخليه المصابه بالظبط اتعرف عليها وتبدا انها توصل ليها العلاج المحمل بالخلاص او التجويف اللي داخل الادويه. بيقول لي هنا لما يخرج العلماء ماذا فعلتها كحامل للادويه داخل الجسم الانسان حيث ان شكلها غير مجوه يمكنها من حمل جزيئات من الادويه داخلها في حين يقاوم صفحات خليه التفاعل مع جزيئات اخرى داخل الجسم. يعني هتحمي الدواء بتاعي لحد ما يوصل للمكان المستهدف بتاعه ويستهدف الخليه المصابه او المكان المصاب بالقطع. لكن عندي هنا طبق النوم ما اتكلمتش عنها كتير لان قال لك ان هي تستخدم في علاج مرض السرطان. بكده يكون خلص الجزء بتاع كيمياء النانو وننتقل بعد طيب بكده يكون خلص التصنيف بتاع بكده يكون خلص الجزء بتاع كيمياء النانو وهي التصنيف وننتقل بعد كده للجزء اللي قبل الاخير معانا في الدرس وهو تطبيقات النانو تكنولوجيا. نبتدي ان شاء الله في تطبيقات النانو تكنولوجيا. دي اشارات جزئيه نظري بس احنا هنحاول نربطها بالمعلومات اللي خدناها اول درس. يعني دي معلومات اللي احنا خدناها خاصه في التصنيف هتفيدنا هنا في ان احنا نفهم التطبيقات ونبدا ان احنا نجمعها مع بعض ان شاء الله. وبرضه جزئيه التطبيقات دي احنا بنشيل فيها بس الكيمياء وقياس في بدايه الدرس خالص لما كنا بنتكلم عن الكيمياء هي مركز العلوم. بيبتدي هنا كلام بيقول ان العلماء بيؤمنوا بقدره علم النانو تكنولوجيا على تقديم حلول علميه لكثير من المشكلات اللي كنا بنعرف حلها بطريقه عاديه قبل كده. طب ايه المجالات اللي النانو تكنولوجيا بيقدمها او بيبدا ان هو يطور فيها ويحل مشاكلها؟ هنا هو بيدي امثله على 6 مجالات بس وهما الطب والزراعه والطاقه والاتصالات والصناعه والبيئه وهنبدا ناخدهم ان شاء الله واحده واحده وناخد التطبيقات بتاعتهم. عندي اول حاجه هنبتدي بيها هي مجال الطب. بيقول لي هنا اول حاجه معايا التشخيص المبكر للامراض وتصوير الاعضاء والاسئله. احنا قلنا هنا ان انا ممكن اعمل مواد نانويه تقدر انها تخش جسم الانسان وتصور لي الاعضاء والاسئله وده يساعدني هنا في التشخيص المبكر للامراض. بعد كده ثاني حاجه هي توصيل الدواء بدقه الى الاسئله والخلايا المصابه ودي اتكلمنا عليها لما كنا بنتكلم على كره بوكي. قلنا وقتها ان العلماء بيعملوا دراسات هتستخدمها في توصيل الادويه بدقه للخلايا المصابه. بيقول لي هذا بيزيد من فرص الشفاء وبيقلل من الاضرار الجانبيه للعلاج التقليدي الذي لا يفرق في كثير بين الخلايا المصابه والخلايا السليمه. دلوقتي هنا هستخدم برضه التطبيقات النانو تكنولوجيا ان انا اوصل العلاج للخلايا المصابه واستهدفها بدقه وفي نفس الوقت ان انا ما اخش الخلايا السليمه. ثالث حاجه معايا بيقول لي انتاج اجهزه نانوية للغسيل الكلوي يتم زراعتها في جسم المريض بالفشل الكلوي. يبقى دلوقتي هنا ربنا يعافي الجميع اللي هنا مصاب بمرض معين في كده ممكن هو بيروح يعمل غسيل كلوي بشكل دوري بشكل مرتب يعني حياته ويروح يغسل كده تعرفه. هنا وعايز يحل المشكله ان هو يركب جهاز نانوي في جسم الانسان يبقى ان هو يغسل كده تعرفه من غير ما يضطر ان هو يروح يعمل غسيل الدوري ده. بعد كده اخر حاجه معايا في الطب بيقول لي انتاج روبوتات نانوية يتم ارسالها الى تيار الدم لازاله الدرجات الدمويه بدون تدخل لوحده. لو عرف شباب هنا ان الشخص اللي بيجي له جلطه ممكن ان هو يعمل له جراحه بيحط له دعانه مثلا عشان تبدا ان هي توسع السد او كمان ممكن يعمل له عمليه المفتوح اللي هو يغير فيها شرايين المصابه او اللي فيها تلبس. هنا بيقول لي ان هو ممكن يعمل روبوت يخش جوه الشريان عشان يفتت هو الجلطه ديت بدل ما اضطر ان انا اعمل عمليه للمريض زي مثلا عمليه قلب مفتوح ولا عمليه خطيره جدا. بعد كده بنتكلم هنا معايا هو مجال الزراعه. بيقول لي انها تستخدم في حفظ المواد الغذائيه وتعرف على البكتيريا في المواد الغذائيه. مش بس تحفظ المواد الغذائيه بل كمان انها تستخدم في انتاج وتطوير مواد غذائيه ومبيدات حشريه وادويه النباتات والحيوان بمواصفات خاصه طبعا مواصفات خاصه. يعني احنا قلنا ان المواد الكبار النانو بيكون ليها خواص فائقه او خواص مميزه غير المواد الكبار المايكرو او الماكرو. بعد كده بنتكلم لثالث حاجه معانا وهي مجال الطاقه. هنا هيشتغل على انتاج حاجتين خلايا شمسيه وكمان خلايا وقود هيدروجين. الخلايا الشمسيه شغالين مع بعضها عارفين انها بتحول الطاقه اللي هي من الشمس لطاقه كهربائيه وابدا ان انا اخزنها واستخدمها. بيقول لي بقى ايه المميز ان انا لما اخزن النانو بيقول لي بنفقد الطاقه الحراريه يعني انا هستفيد اكبر في استفاده من خلايا طاقه شمسيه بتاعتي ما بيحصلش اي فقد او تسرب الطاقه بتاعتي منها. وثاني حاجه معايا بيقول لي انتاج خلايا وقود هيدروجين اللي بتكون قليله في التكلفه وعاليه الكفاءه يعني دي حاجات تعوض لي استخدام المحقات زي البنزين او الكلام دوت اللي هي بتكون مكلفه وكمان هتنفذ مع الوقت وبتضر البيئه. ده هنا تكون اعلى كفاءه وكمان اقل في التكلفه. بعد كده عندي اربع مجال معايا هو مجال الاتصالات. بيقول لي هنا تنتج اجهزه نانو لاسلكيه وهواتف محموله واقمار صناعيه. وهنا بخش انتاج الاجهزه النانو لاسلكيه والهواتف المحموله واقمار صناعيه وكمان بتقلل لي حجم الترانزستور طبعا هتقدر تضيف كده نسبه الترانزستور. بعد كده تصنيع شرائح الكترونيه تتميز بقدره عاليه على التخزين. يعني مثلا زمان اول ما عمل كمبيوتر كنت ممكن تلاقي ان الهارد بتاعه بياخد بس كام كيلو او كام ميجا بعد كده يبقى بالجيجا بعد كده بقى كتير. دلوقتي هو لما بيستخدم النانو تكنولوجي بيصنع شرائح الكترونيه بيستخدم هو يعني شرائح الكترونيه بتشيل مساحه عاليه جدا في حجم صغير فضلكم غير تخزين كل شويه حجمها بيصغر وهي الفتحه بتاعتها. بعد كده عندي رقم 5 في مجال الصناعه. بيقول لي هنا شباب اول حاجه الصناعه انتاج زيادات نانويه غير مرئيه تدخل الزجاج جوه الخزف خطيه تنظيف تلقائي. ثاني حاجه بيقول لي انتاج زيادات نانويه تدخل في صناعه مستحضرات التجميل والكريمات المضاده لاشعه الشمس حيث تقوم بتغطيه اشعه الشمس من الاشعه فوق الغلاسيه الضاريه. هنا شباب اول حاجه هتعمل لي طبقه تنظيف
تلقائي على الزجاج والخلف، وكمان ممكن استخدمها في مستحضرات التجميل او كمان زياده التسلق علشان تحميني من الاشعه فوق النسبيه والضر. وبعد كده حاجه عادي يقول لي طبقات وخفافات تكون طبقه تغلف شاشات الاجهزه الالكترونيه لحمايتها من الخشب. طبعا ده موجود حاجه دلوقتي عند الناس بتوع الموبايلات، بيقول لك ان انا هعمل لك زي التليفون نانو او الكاميرات بتاعتها كده نحطها على الشاشه علشان تحميها من الخشب والكلام ده. طبعا ده برضه يعني ايه قريب من اللي احنا بنتكلم فيه. بعد كده حاجه بيقول لي تصنيع انتنه طويله للبقعه وتتميز بالتنظيف التلقائي. لو خدت بالكم في فيديوهات قبل كده تيجي بتلاقي مثلا تيشرت او قماشه لو حطيت عليها اي حاجه بتبدا انها يعني تطولها، يعني حطيت عليها ميه تقدر تطولها، حطيت عليها اي صغيره حطيت عليها ضربه اي حاجه ما تتوسخش بيها تمام. يعني مثلا ما تتوسخش او ما تحسش ان انت تنظفها هي وتنظف نفسها او اصلا الميه او السوائل او البقعه والكلام ده ما بيثبتش عليها. هو ده اللي بيتكلم عليه، اللي هو تصنيع انتنه طويله للبقعه وتتميز بالتنظيف التلقائي. بعد كده اخر حاجه معايا معجان الانبياء، بيقول لي هنا في البيئه انتاج مرشحات نانو ليه تستخدم في تنقيه الهواء والماء وتحليه الميه وحل مشكله النفايات النوويه، وده هنتكلم عليها ان شاء الله بعد كده، وكمان ازاله العناصر الخطره من النفايات الصناعيه. كده نكون خلصنا تطبيقات النانو تكنولوجيا بتاعتنا، وهننتقل لاخر جزئيه في الدرس وهي مخاطر النانو تكنولوجيا او التاثيرات الضاره المتوقعه للنانو تكنولوجيا. هناخد ان شاء الله اخر حاجه معانا في الدرس وهي تاثيرات الضرر المحتمله للنانو تكنولوجي، وهندرس ان شاء الله على ثلاث مستويات، المستوى الصحي والمستوى البيئي وكمان المستوى الاجتماعي. هنا شباب بالنسبه للتاثيرات الصحيه للنانو تكنولوجي، بيقول هنا ان علشان جزيئات او جزيئات النانو ديت بتكون صغيره جدا، ففي خطوره انها تخترق اغشيه خلايا الجلد والرئه وكمان تستقر داخل الجسم، واللي ممكن يعمل لي بعد كده مشكلات صحيه. يبقى هنا العامل اللي بتعتمد عليه التاثيرات الصحيه هو صور حمل جزيئات او جزيئات النانو، واللي بيخليها ممكن تخترق الخلايا او الاغشيه وتتراكم جواها وتعمل مشكلات صحيه بعد كده. بعد كده عندي رقم اثنين، التاثيرات البيئيه للنانو تكنولوجي او لمواد النانو. بيقول هنا شباب انها حاجه اسمها التلوث النانوي ده هو اللي احنا بندرسه، يعني التلوث النانوي بيقول ان هو التلوث الناتج الذي يسمى بعلم النانو تكنولوجي بعد الإطلالة السريعة على أنواع مختلفة من المسائل والأسئلة، ويشوف النماذج اللي احنا برضو هننزلها على موقع مدونة بلوجر، هنسيب لكم الرابط في أسفل الفيديو. ولو عندك أي استفسارات أو تعليقات ابعتها ورسلها لي وأنا هجاوبك عليها فورا. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمكن خد الأجزاء إن شاء الله تكون شاملة عن أي بحثية وليها علاقة بحاجة معانا في الدرس، وهي تأثيرات الضرر المحتملة للنانو تكنولوجي. وهندرس إن شاء الله على ثلاث مستويات، المستوى الصحي والمستوى البيئي وكمان المستوى الاجتماعي. هنا شباب بالنسبة للتأثيرات الصحية وهي النانو تكنولوجي، بيقول هنا إن علشان جزيئات أو جزيئات النانو ديت بتكون صغيرة جدا، ففي خطورة إنها تخترق أغشية خلايا الجلد والرئة وكمان تستقر داخل الجسم، واللي ممكن يعمل لي بعد كده مشكلات صحية. يبقى هنا العامل اللي بتعتمد عليه التأثيرات الصحية هو صور حمل جزيئات أو جزيئات النانو، واللي بيخليها ممكن تخترق الخلايا أو الأغشية وتتراكم جواها وتعمل مشكلات صحية بعد كده. بعد كده عندي رقم اثنين، التأثيرات البيئية للنانو تكنولوجي أو لمواد النانو. بيقول هنا شباب إنها حاجة اسمها التلوث النانوي ده هو اللي احنا بندرسه، يعني التلوث النانوي بيقول إن هو التلوث الناتج عن مخلفات المواد النانوية أو عن مخلفات عملية تصنيع مواد النانو. يعني دلوقتي أي عملية تصنيع بتاعتنا بيكون ليها مخلفات، طب المخلفات بتاعت النانو دي هتضر البيئة بتاعتي إزاي؟ بيقول هنا شباب إن نفايات التلوث النانوي دي بتكون على درجة عالية جدا من الخطورة، وده سبب إيه؟ برضه بسبب إن هي حجمها صغير. بيقول هنا سبب دقة حجمها، حيث يمكنها أن تخترق الخلايا النباتية والحيوانية، اللي هو نفس الكلام اللي اتكلمنا عليه فوق، إن صحة الإنسان هو ينوي تاني بس على النباتات والحيوانات. يبقى عندي هنا المخلفات أو الملوثات النانوية دي بيكون حجمها صغير جدا، فممكن إنها تخترق خلايا جسم الإنسان أو النبات أو الحيوان كمان. طيب بالإضافة برضه تأثيرها على كل من المناخ والماء والهواء والتربة، وده لأنها هتتناثر في كل مكان بدقة حجمها، مش هقدر إن أنا أصبها. يعني مثلا دلوقتي في تلوث معروف إن هو موجود على السرعة كله بلاستيك، بس البلاستيك أنا شايفه بعينيا ممكن إن أنا ألاقيه بسهولة، لكن جزيئات النانو ديت لما تنتشر في الجو أو تنتشر في التربة أو تنتشر في أي مكان، مش هقدر إن أنا أقدر أحدد مكانها أو إن أنا أقدر أتخلص منها بشكل سهل. بعد كده عندي تاني حاجة هي التأثيرات الاجتماعية، وده سبب بيقول هنا سبب ارتفاع تكلفة تكنولوجيا النانو. إحنا قلنا قبل كده برضه تنشر إن تكلفة إنتاج مواد النانو ديت بتكون عالية جدا، فلما بعد كده تدخل في الصناعات أو التقنيات أو العلاج، بيقول مش هيحصل عليها غير الناس الأغنياء بس، في حين الفقراء هيكونوا موجودين مع الحاجات العادية اللي هم اتعودوا عليها. فبيقول هنا غياب المساواة الاجتماعية والاقتصادية حيث ستكون في متناول الأغنياء والدول الغنية فقط، مما يؤدي إلى تفاقم المشكلات الاجتماعية. يعني هتلاقي مثلا نموذج زي نموذج اللي خدناه، هتلاقي ممكن يطبق في علاج أمراض معينة ويعالجوا بيه الناس الأغنياء، في حين مثلا إن في ناس فقراء كتير جدا أكثر من الأغنياء دول مش هيقدروا إن هم يحصلوا على